اللي كنت بتحلم فيه أصبح موجود. أصحاب البوكو اللي كنتوا بتحلموا فيه الآن أصبح موجود. كل المواصفات وكل المميزات اللي كنتوا بتتمنوها زي المشغل، احنا قلنا يمكن يبدل المشغل، لا هو خلوا اسمه بوكو لانشر، بوكو لانشر او مشغل البوكو للهايبر او اس اصبح الان موجود بالمواصفات وحل مشاكل كانت موجودة سابقا في التحديث اللي نزلته قبل هيك. انا عملت فيديو ونزلت التحديث للبوكو لانشر، الزلم بزمر كتير مستعجل. فخلينا الان ننطلق ونشوف المواصفات الجديدة وشو حل المشاكل وشو هذا البوكو لانشر الجديد. تهنينا لاصحاب البوكو الى هناك. صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين الان احنا اول حاجه بالنسبه لهذا المشغل البوكو، لو جينا ضغطنا ضغطه طويله في منطقه فارغه وجينا على الترس اللي هنا، هنلاحظ هذه الامور، ونيجي على المزيد هنلاحظ الامور الجديده. الان اول حاجه اصبح لدينا درج التطبيقات، واصبح لدينا الوضع الكلاسيكي في مشغل البوكو او البوكو لانشر للهايبر او اس. نستخدم درج التطبيقات، انا بحب يعني استخدم درج التطبيقات لانه بسهل علي كثير. من خلال درج التطبيقات تستخدم الاتحاد، لو حطيت كلاسيكي ما في حاجه، بس درج التطبيقات بتقدر الان تتحكم مثلا اداره الفئات، تحدد الفئه مثلا بدك تعين فئه جديده، تيجي على تخصيص تعين مثلا هدول التطبيقات هدول اذا بدك تحط تمام. نيجي هان نكتب اي اسم ونحط اوكي تمام التمام. نرجع والامور اللي حسب الايقونات والرسوم المتحركه ونرجع رجع الى الخلف. لاحظ كمان في شغله جديده ظهرت عندنا، لا تظهر النص في اي مكان، يعني ما فيش عندك الان لو جيت هنا ما فيش اسماء للتطبيقات في المكان. في عندنا هنا تنسيق الشاشه 4x7 و5x6 و4x6، يعني في عندنا التنسيق الجديد 4x7 ما كانش موجود اصبح الان موجود. الحاجه اللي يعني هي اللي احنا بدنا اياها، بس قبلها بدنا نقول حول التطبيق، هي مشغل بوكو الجديد، مشغل بوكو وهو مستقر. الحاجه اللي كانت سابقا كنا نيجي نضغط على مثلا الاعدادات ونسحب السحبه الى الخلف، كان ايش يظهر؟ كان يظهر معنا نظام انه المشغل يفتح من جديد. الان راحت هذه المشكله. طلع انا الان بضغط هيني بفتح اعدادات اي تطبيق، بسحب من الشمال او من اليمين، يسارا ويمينا وبرضه من تحت، ما في المشغل. المشكلة انحلت. وأيضا عندنا المجلد، هي البلور موجود، شايفين أنت كيف البلور هي موجود، يعني اضغط هنا على تطبيقات بتظهر وش الخلفية بلور، واضغط ضغطة طويلة عندنا تعديل المجلد أصبح موجود قياسي وكبير وضخم. أيضا هذا المشغل أفضل مشغل بوكو أو أفضل بوكو لانشر. في عندنا ميزة لو إجينا على الإعدادات، أنت مثلا بدك تيجي تعمل إلغاء تثبيت المشغل البوكو أو البوكو لانشر، يجي على الإعدادات على حول الهاتف، وبعد حول الهاتف هتيجي هنا على النسخ الاحتياطي والاستعادة، وتيجي على الجهاز المحمول وتقول له أوافق، وتشيل التعليم هذا وتشيل هذا، وتيجي تضغط على بيانات تطبيقات النظام الأخرى، وتنزل تحت لتتعلم على مشغل بوكو تعمل نسخ احتياطي. الآن أنا بعمل نسخ احتياطي، وبعدين بعد النسخ الاحتياطي بتيجي على تيجي هنا تضغط ضغطة طويلة على الإكس، بتيجي هنا تبحث على مشغل البوكو، إذا بدك تعمل إلغاء تثبيت التحديثات تقول له حسنا، فأنت الآن تعمل إلغاء تثبيت آخر تحديث، إذا ما يعني ما زبط معك ينزل التحديث تعمل إلغاء تثبيت وتنزل، وبعد ما تنزله وتخلص إذا أنت حابب أو أنت عملت نسخ احتياطي بتيجي أيضا على إعدادات حول الهاتف، وبتيجي على النسخ الاحتياطي والجهاز المحمول، وبتيجي هنا تشيل الأزرق وتشيل الأزرق اللي هنا، وتيجي على الاستعادة وبتضغط هنا وتقول له استعادة، بتستعيد اللي انت عملت له نسخ. هيكون رابط المشغل البوكو موجود في صندوق الوصف في قناة تليجرام في صندوق الوصف. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.